السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل لو أنا عايز أظهر المكان بتاع الملف دوت، بمعنى يعني هنا ظهر لي اسم الملف، طب المسار بتاعه إيه؟ لأن ممكن يكون عندي كذا ملف بنفس الاسم، يعني كذا مشروع موجود فيهم ملف باسم مثلا فريم، تمام؟ فأنا عايز أفرق بينهم وأبقى عارف المسار على أساس نحط الشغل في مكان آخر مختلف، أو ممكن يكون عندي حاجة قديمة بنقلها على حاجة جديدة، فأجي هنا أكتب كونفيج او ادخل في الاوبشن واجي هنا في اوبن اند سيف، هنا عدد المرات اللي بيحفظ لي ان هو مسافين. لما تيجي تقول له اوبن بيجيب لك اخر 9 ملفات موجودين، فبقول له ديسبلاي فول باس ان تايتل، تمام؟ اقول له ابلاي، فهتلاقي ان هو جاب لي المسار كله مع اسم الملف. لو انت عايز تشيله هتقول له كده، فهيبدأ يظهر لك اسم الملف بس.